قبل أيام قريته في جريدة الشاهد تحديدا، عن القبض عن ابن فنان معروف في مبارك الكبير، ومعه كمية من المواد المخدرة. طبعا الخبر نشر، هو طبعا أكيد حقيقة، بس أنا ازعجني لعدة أسباب. أول شيء إنه هل لو كان هذا الإنسان، كل إنسان معرض إنه يخطئ، أنا ما دافع عن شاب ممكن يكون أحد رفقاء السوء غرر فيه، خذ الطريق السيء، قام يدفع ثمن من صحته ومن سمعة أبوه وهلا. بس أنا أعتقد هذا لو ما كان ابن فنان وشخصية معروفة والله ما كان انكتب. كان كل يوم ترى قاعد ينقبض على ناس. بس يعني يا ريت الصحافة شوية تراجع نفسها قبل ما تنشر الخبر. ترى يعني عقولهم جل من لا يسهو وجل من لا يخطئ. يعني إنسان ممكن يكون يعني يرتكب حماقة في وقت مبكر من حياته، صج أبوه يدفع الثمن، بس هذا عموما ناقوس خطر حق الأب لما يكون فنان ومشغول مسرح وتلفزيون ونجاح ويترك أب أولاده ويسافر ويرد ويروح ويطلع شاليه ويترك أولاده الأم تربيهم. لا، لازم أب وأم، وما يصير أنت تكون فنان توجه الناس وما تقدر توجه أحد أفراد أسرتك. طبعا أنا أتمنى له أن الله يفرجها عليه ويخرجها من هالمأزق. يعني الله لا يكتب على أحد، أكيد شيء مزعج. ثاني شيء، يا ريت الفنان هذا يمكن يراجع نفسه، يمكن سبحان الله أخطأ في حق إنسان ما، ظلم إنسان ما في حياته، إنسانة الله طقف في أحد أبنائه بهالطريقة. يراجع، ترى الحياة مراجعة، ترى بس الشيء اللي ما فيه مراجعة هو الموت. إنسان طول ما هو مفروض عايش يراجع عشان يدارك أخطائه. عادي أنا ما أخطأ، عندي القدرة الكافية أن أنا أطلع وأخطئ، يعني أقول استغفر الله العظيم، أقول أن أنا أخطأت، اعترف خطأي، ما عندي مشكلة. ويا ريت كل الناس تعرف تعترف أخطائها، كانت وايد انحلت أمور.